مواكبة لما وصلت إليه التقنيات الحديثة في جوانب البث السمعي والمرئي وربط الجانب النظري بالعملي في الدراسة الأكاديمية، دشنت كلية العلوم التطبيقية بصور الاستوديوهات الرقمية التي ستكون بيئة رحبة لطلبة تخصصات دراسات الاتصال. هذه الاستوديوهات بمثابة فرصة ذهبية لنا نحن طلاب الإعلام، فهي أرض خصبة تتيح لنا إبراز مواهبنا في مجالات عدة كالتصوير كالإذاعة كالتقديم كالمونتاج، تعيشنا ما يدور في بيئة التلفزيون، وكذلك هي تخرجنا عن محيط الجانب النظري المعتاد عليه في المقررات الدراسية. هذه الاستوديوهات الرقمية تحتوي على استديو تلفزيوني وإذاعي بمواصفات شبيهة بتلك الموجودة في المحطات الفضائية، من حيث تزويدها بأحدث آلات التصوير والإضاءة متصلة بغرفة التحكم، كما تحتوي الاستوديوهات على غرفة للمونتاج مزودة بأحدث التجهيزات الرقمية، وفي الجهة المقابلة غرفة للمؤتمرات من أجل تدريب الطلبة على كيفية إعداد وتنسيق المؤتمرات. محاكاة للجهات العامة مثل استديوهات التلفزيون اللي نحن ممكن نعمل فيها، فهذه راح تساعدنا بشكل كبير أولا في أداء الأفلام الصغيرة كبروجكتات للمواد الإعلام الرقمي، ثاني شيء هي تساعدنا في مثلا استخدام التقنيات الأخرى مثل الإضاءات، عندنا الميكسرات، عندنا نفس الشيء طريقة التحكم بسرعة الأفلام بجودتها، هذه كامل هذه المعدات احنا ممكن نستخدمها في الأفلام المصغرة. هذه فرصة لكل طالب لكل طالب لإعطاء بصمة في مجال الإعلام بشكل عام. هذه الأستوديوهات تعد دافعاً لطلبة الكلية لمواصلة إنجازاتهم الرقمية على مستوى المؤسسات الأكاديمية، مثل هذا الفيلم الحائز على المركز الأول على مستوى كليات العلوم التطبيقية. هذه الإنجازات وغيرها تأتي من حرص وزارة التعليم العالي في توفير كافة الإمكانيات والوسائل التعليمية التي تخدم الطلبة أكاديمياً. يأتي تدشين هذه الاستوديوهات الرقمية ضمن خطط كليات العلوم التطبيقية في تأهيل مخرجاتها التي ستساهم في رفد السوق بكفاءات عالية. من كلية العلوم التطبيقية بصور، محمد بن ناصر الخليلي.